هناك ميثاق أخلاقي ما بين، يعني أنا إذا كنت أراسلك ككاتبة وصار بيننا اتفاق إنه هذه الرسائل قد تنشر لاحقا، إذا أنا مسؤولة عن كل شيء حميم أورده بهاي الرسائل. لكن إذا كانت هاي الرسائل هي رسائل شخصية ما بيني وبينك لأننا على علاقة، فلا يحق لك نشرها بدون استئذاني أو يعني إذا أنا متت استئذان على الأقل عائلتي